وريه لاصحابك يا الياس. ايه ده يا الياس اللي معاك؟ مش سامعاك. خروف. ايه صفات الخروف ده؟ حيوان اليف ولا مفترس؟ اليف. مربيه فين؟ في المزرعة. طيب تعرف ايه عن الخروف؟ ايه اللي بيغطي جسمه؟ لا، ايه اللي بيغطي جسمه اليه؟ صوف، صح. وايه كمان عنده؟ ايه على راسه دولت؟ القرون. بيعمل بيها ايه القرون دي؟ ليه بقى؟ عشان يدافع عن نفسه، صح؟ برافو عليك. طيب الخروف عنده كام رجل يا الياس؟ أربعة. ممتاز. طيب الخروف دوت بنستخدمه بنستنفع منه بإيه؟ ها؟ ما بناخدش من الخروف زبدة. ايه؟ مش احنا بنذبحه في العيد؟ بناخد منه ايه بقى؟ اللحمة. برافو عليك، ممتاز. سورة ايه ده يا توتا؟ وريني ايه ده. ماعز. ها، كلمي عن الماعز، شايفاه ازاي؟ ايه؟ تخين. ماشي. ايه كمان؟ حيوان ايه؟ اليف ولا مفترس؟ حيوان اليف. بيعيش فين؟ بيعيش في المزرعة. يعني ممكن اربيه؟ الانسان ممكن يربيه؟ ممكن يربيه. طيب بستنفع منه بايه؟ باللحمة. برافو عليك. طيب عنده كام رجل؟ اربع ارجل. طب بياكل ايه؟ الماعز. ها، الماعز بياكل ايه؟ برسيم. او خضروات او اعشاب. شاطره، برافو عليكي، شاطره يا توتو. وريه لاصحابك. طيب اتكلم بقى عن الارنب يا حمزه. الارنب ده نوعه ايه؟ أليف. من الحيوانات ولا من الزواحف ولا من الطيور؟ شاطر. بيغطي جسمه ايه؟ شعر. بيغطي جسمه شعر، صح؟ طيب عنده كم رجل الأرنب ده؟ أربعة. بيعيش فين؟ في المزرعة. ممكن أربيه؟ ما ينفعش أربي أرنب؟ لا، ينفع أربي أرنب على فكرة، ينفع أربي أرنب. هو إيه 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 صفاته أو إيه الميزة في الأرنب؟ بينط نطات عالية. برافو عليك. طيب الأرنب ده ممكن أكله؟ لا، بيتاكل. بناكله عادي. عمرك ما أكلت أرنب قبل كده؟ لا، الأرنب بيتاكل. ماشي، شاطر يا إيه ده يا طارق؟ بقرة. إيه، قول لنا إيه صفات البقرة دي؟ بتاكل البرسيم. البرسيم، برافو. وعندها أربع أرجل. عندها أربع أرجل، ممتاز. ممتاز. ها، بقرة. طيب بستفيد إيه من البقرة دي يا طارق؟ ممتاز. ممكن أصنع من الحليب دوت زبدة وجبنة؟ برافو عليك. طيب هي حيوان أليف؟ أليف ولا مفترس؟ يعني الإنسان يقدر يتعامل معاه؟ طيب بتاكل إيه؟ برسيم. ممتاز، سقفة قوية لطارق. اسمه ايه اللي في ايديك ده يا ابي؟ علي صوتك. حمار وحش. ايه صفاته؟
برافو. بيعيش فين؟ ممتاز. ايه اللي في ايديك دي انس؟ وريها لاصحابك. طيب ايه صفاتها؟ عندها حيوان اليف ولا مفترس؟ اليف. يعني الانسان يقدر يربيه؟ الانسان ما يقدرش يربيه ولا يقدر؟ يقدر يربيه. طيب بياكل ايه الجاموس ده؟ بياكل ايه؟ برسيم. انا بستفيد ايه من البقر؟ باكل اللحمه. باكل اللحمه بتاعها. وايه كمان بتجيب لي؟ ايه بشربه؟ اللبن صح. واللبن بصنع منه ايه وايه؟ والزبده صح. طيب برافو عليك شاطر. ايه ده وريه لاصحابك. ايه ده يا رؤية؟ اسد. ايه صفات الاسد؟ بياكل لحمه. بيعيش في الغابه. برافو. ومفترس. ما ينفعش الانسان يتعامل بيه. ما ينفعش يتعامل معاه او يربيه صح. طب ايه اللي بيغطي جسمه؟ الفرو. طيب هو بيغطي جسمه شعر. قولي لي ايه الفرق؟ احنا قلنا في فرق بين الاسد الراجل والاسد الست او الذكر والانثى. ايه هو؟ البنت بيبقى عندها شعر والولد بيبقى عنده شعر. شعر كثيف صح. طيب عارفه اسم ابن الاسد ايه؟ شب. طيب صوت الاسد تعرفي اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ قولي اسمه ايه؟ زئير. سقفة قوية الرقاي. ايه ده يا سجا؟ حصان. برافو عليكي. وريه لاصحابك. ايه صفات الحصان ده يا سجا؟ سريع. طب هو حيوان أليف ولا مفترس؟ أليف. عنده كام رجل؟ أربعة. عنده أربع أرجل. من مميزاته إيه؟ سريع صح؟ الإنسان يقدر يربيه؟ يقدر يربيه. طيب بياكل إيه؟ أعشاب وحشائش. شطورة. طيب كان زمان بنستخدموه إيه؟ من ايه؟ بنركب عليه صح؟ وبيوصلنا فين؟ ويوصلنا فين؟ شاطرة يا سجا. برافو.